مساء النور، كيفك يا يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني بهالويك أنت كان شانفيل محط الأنظار، بس كان عندكم فوز وخسارة، يعني مبسوط نص نص ولا كيف؟ كيف؟ يعني بالويك أنت كان عندكم فوز وخسارة، يعني ما لحقت تنبسط، رجعت زعلت يوم الأحد بخسارتكم أمام فريق بيروت. شيء طبيعي، شيء طبيعي زعلت على الخسارة. نعم، لأنه يعني من جهة زعلت، ومن جهة بتفهم إنه ماتشين كان في نهار بس رياحة بيناتهم. صحيح، خصوصا إنه كان ماتش كتير قوي تبع قبل بيومين، من جهة. من تاني جهة لعبتنا تكون صريح استلشقوا فيه لهالجيم، انه مزبوط رايحين على ملعب مش ملعبنا، بس انه رايحين على ملعب ما في جمهور، مرتاحين يعني رايحين هيك مشوار. كيف يعني ما في جمهور؟ وان شاء الله بتكون متيلة لهم. كيف يعني ما في جمهور؟ انه اليوم ما لي شيء، اذا كانك عم تروح تلعب مع الهوميتمن، مع الرياضي، مع الحكمة، في عندك جمهور هو بيأثر كتير على الملعب. يعني اليوم مثلا راحوا على بيروت، بس بصراحة يمكن كان في بملعب بيروت فوق 60 أو 70 متفرج. شهر رسالة هيدي، جمهور الشانفيل. شهر رسالة هيدي. أنا بدي أسألك، اليوم فريق الشانفيل إذا فينا نقول متحكم بالمركز الأول بنسبة كتير كبيرة، فريق الشانفيل رح يكون هو بطل ريجولر سيزن، بحال ما بدنا نستخف أكيد بقدرات فريق أطلس خاصة على أرضه بزحلة، بس بحال فزتوا بالمباراة أنتوا رح تكونوا أبطال الريجولر سيزن. مين بتحب تواجه بالسمي فاينل؟ مين بتتمنى تواجه، هومنتمن، رياضي، أو فريق بيروت؟ الثلاثة ما فارق معي. بالنسبة لنا مستعدين لنواجه أي فريق من الثلاثة. بدي أسألك بعد سؤال، كتير نحكى بالفترة الأخيرة عن صفقة حامد أهدادي. قديه صفقة حامد أهدادي، وليه عم ينحكى أنه فريق الشانفيل عم يكب كتير مصاري ببطولة لبنان؟ بمحل ما لما وصل حامد أهدادي عمل، إذا فينا نقول ساهم يعني بالماركتينج كمان لبطولة لبنان، لأنه كل صار بده يشوف حامد أهدادي وبده يشوف قدراته لحامد بأرض الملعب. قديه صفقة حامد أهدادي، وليه هيدا الحكي اللي عم بيصير؟ حبيبي اليوم بس تكون عم بتركب فريق بدك تشوف البادجت الكامل تبع السنة، ما بتشوف بادجت تبع شهر واحد. بينعمل بادجت بأول كم شهر بتكون مخففه، فيك تجي بعدين تزيد بآخر شهر. بس تطلع البادجت تكون أكيد البادجت اللي حطينه بالشانفيل ما اعلى، ما بدي اقول مثل النوادي كثير يلي عم ننافسها، بس يمكن اعلى بشيء بسيط او مثله. بتشوف البادجت كامل، بدك تشوف البادجت كامل اللي عاملينه. هاي دراسه بنعملها نحن باول الموسم وبنمشي عليها. نعم. ما بشوف اخر لعيب اجى قد ايه اخذ. نعم، يعني انت راضي عن الصفقة اللي عملتها مع حامد أهدادي لهلأ، ومش انه مثل عم ينحكى انه فريق الشانفيل كل سنة عم يدفع كتير مصاري واخر شيء مثلا ما بيعطي النتيجة اللي هو بده اياها، او ما بيوصل للنتيجة اللي بده اياها؟ انا عارف عن شو عم بتلميح. لا ما عم لمح شيء، عم بحكي الصراحة. انا بفهمك يا غياث، غياث حبيبي انا بفهمك، بس تحكي عارف عن شو عم بتلميح. عم بتلميح على التصريح يلي طلعوا بعد ماتش بيروت. عشان هيك بقول لك، اول شيء بأسف انه صحافي بده يعمل مركز لإله بين الصحفيه، استغل منبر رسمي هو للاتحاد اللبناني لكره السله ليخلق زمزمه بين الانديه، يعني يجيب ناس يستجوبهم يحكيهم ينزلهم بالحديث. هذا اول شيء موقع رسمي للاتحاد، ما له حق هذا الصحافي، يمكن عنده موقع له حر يعمله. وانا اكيد انه رئيس الاتحاد ما بيكون راضي عن هالشغله، لانه رئيس الاتحاد هو حريص على انه يكون في تلاحم بين الانديه، مش يصير ذبذبات.
لانه مثل ما كل واحد بيحكي الثاني بده يرد. وانا ما لي شيء. ساعه احد الاشخاص حكى انه الروح القتاليه ما بتنشر، وحكى شراء وبيع. ما لي شيء، انا بذكره بال 2004 بيع فريق كامل هو. اوف، لا هلا ما بنرجع للماضي دخيلك. لا ما هو اللي عم بيحكي انه ما بينشر وبيع، يعني عمل مطالعه. معلش يرجع الواحد لتاريخه. بعدين يمكن لو عم بحط نادي الشانفيل مبلغ ليجيب لعيب يبسط جمهوره، اكيد نحن عندنا جمهور بالالافات بيستحق هالجمهور، نعمل له هديه ونجيب له لعيب يفشل له قلبه يقشعه. ليه عم نرجع نجيب؟ وهي تاريخ الماريس من زمان، من ايام ما كنا بعد يعني كانوا بعدهم مش خلقانين. ترجع على سنه 60 جبنا فريق الهلم على لبنان ولعبناه. ليه عمل اكزيبيشن؟ ما بدنا نكب زيت على النار دخيلك. الله يرحمه غابي عربجي الكوتش، اتفقنا معه وجبنا الهلم. فاذا هاي دائما تاريخ الماريس انه بنحب نروج للباسكت بول، هذا بدم الماريس يعني بدم الشانفيل. ما بدنا نكب زيت على النار، بس بدي اسالك، انت عم تقول بدك تفش خلق جمهور الشانفيل، قد ايه قدر فريق الشانفيل يفوز بلقب البطوله؟ شبت حامد اهدادي، كريم عز الدين كمان عم ينحكى انه مستوى عالي جدا، وعم ينحكى انه في صفقة كبيرة على البوزيشن 1 محضرة فريق الشانفيل. أنا عندي الاسم ما بعرف إذا في يقوله يعني، وممكن تستغنوا عن ديماريوس بولت، وعم ينحكى كمان كنت بتستغنوا عن دوين جاكسون. سنعمل اتصالات معه. نعم. أنا لهلا ما عندي اسم براسي. إن عندك شيء نصيحة تعطيني إياها على الهواء. لا أنا ما بنصح باللعيبة، ما دخلني بهذا الموضوع. بس أنا بعرف إنه عم تشتغلوا على لاعب كبير على البوزيشن 1، هيدا اللي سامعه. هل هالشيء صحيح إيه أو لا؟ أنا عم بسألك. لك أنا جواب باخذه منك، ما بقول ولا اسم غير ما يكون رسمي طبعاً. لا أنا بصراحة وبتعرفني صريح وبحكي على الهواء وتحت الهواء وفوق الهواء. صح. ما عندي شيء لهلا، ما عندي ولا اسم حاليا يعني صراحة. باقي عادي ماريوس بولتس ودوين جاكسون مع حامد. نعم باقيين على دي ماريوس بولتس ودوين جاكسون مع حامد اهدادي. لحد هلا اكيد اهدادي بعده، دوين جاكسون بعده، وبولتس بعده لحد هلا، واكثر ما شوف بعده. بس في تغيير قريب بعد بفريق الشانفيل ايه او لا؟ أتير بعده قاعد وبعده معنا وبعده كل شيء، يعني طيب. في عدة احتمالات وهي وراء آخر شيء بنكشفها. طيب يعني عم تشتغلوا بعد على 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 لاعب يقال عنا صفقة رح تكون كبيرة كمان، في شيء هيك إيه أو لا؟ ما بدي لا اسم ولا شيء. صدقني هلا ما في شيء. كريم عز الدين امتى رح يلعب مع فريق الشانفيل؟ قادر يلعب من بكرة. كريم عز الدين ما في شيء بيمنعه، كان يلعب امبارح. تعتبرها صفقة ناجحة عملتوها مع كريم عز الدين لهلا؟ كريم أكيد، كريم هذا لاعب، هذا من رح يصير لنا مش سنة 11 شهر أنا باتصال معه مع بيه، وعم تابع كل شيء عم بيعمل، والاتفاق بيننا وبينه صار عم بقول لك من اكثر من 10 او 11 شهر. اوف، من هالقد بلشي معه. بس كان مش عم نحكي فيه. اوكي. رح ارجع لسؤالي الاول اللي سالتك اياه قبل ما اختم انا وياك، وبما انه قلت لي انت صريح وما عندك مشكله ابدا تقول على الهواء، رح سمي لك ثلاث انديه مين الشانفيل بفضل يلعب معه على الدومي فينال، هومنت من رياضي او بيروت؟ قولها بكل صراحه. مين بتحب؟ صراحة محضرين للثلاثة، ما عندي أفضلية لحدا على حدا. بعرفك صريح. يمكن بهمني أكيد العب تكون صريح، يمكن كرمال البطولة يكون إلى نكهة بلعب مع الهومنتين أو مع الرياضي، لأنه بالمحلين في جمهور كان عندنا أو عندهم. ما هو ذاك النادي جسد
جسد والروح تبعه هو الجمهور تبعه. جسد بلا روح منه حي. أنا بدي أشكرك أستاذ إبراهيم نصر، رئيس جد كرة السلة بفريق الشانفيل.